منح السلطات العمومية الضوء الأخضر لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر، تعالت الأصوات المنددة والمحذرة بالأخطار البيئية الذي قد تنجر من عملية الاستغلال. تباينت المواقف وتناقضت الآراء. هناك من يرى أن القرار هو خيار حتمي فرضه تراجع القدرات الإنتاجية لشركة سورانتراك، وهناك من يرى أن القرار عبارة عن ثمن ستدفعه الجزائر للغرب مقابل مباركتها للعهدة الرابعة. الأسباب متعددة والحقيقة واحدة، الجزائر سوف تشرع في استغلال الغاز الصخري. فهل الجزائر مجبرة أم مخيرة لذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال تابعوا هذا الروبورتاج. 21 ماي 2014، تاريخ منح فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر لوزارة الطاقة لمباشرة عمليات استكشاف واستغلال الغاز الصخري في الجزائر. قرار أشعل فتيل الاحتجاجات وحرك الشارع بالولايات الجنوبية المعنية بعمليات التنقيب، منددين بمرسوم استخراج الغاز الصخري من الجنوب واعتماده كحقل تجارب آخر، حاملين شعارات تطالب بالمراجعة الفورية للقرار. هو بداية قرار استغلال الطاقات الغير تقليدية ما يسمى بالغاز الصخري، القرار في الحقيقة لم يتم في مجلس الوزراء الأخير، ولكن كان القرار قد اتخذ عندما ناقشنا في البرلمان قانون المحروقات سنة 2013. عند ذلك نحن حذرنا من مخاطر استغلال هذا النوع من الغاز أو الطاقات الغير تقليدية، وبينا بالدليل بأنه مضر للبيئة، استغلال مكلف، تكنولوجيا غير متطورة إلى غير ذلك. ولكن للأسف نواب الأغلبية كالعادة والديكتاتورية العددية التي تحكم البرلمان وخاصة الغرفة الأولى استحدثت هذا في ذلك الوقت مشكلة حتى مع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وقالوا بأنه ضد برنامج الحكومة إلى غير ذلك، وجاء إلى نوابه كي يبرئ ذمته وأعطى تعليمات واضحة من أجل المصادقة على هذا القانون للأسف الشديد. وهذا ما يبين السيد عبد العزيز بن خادم، هذا ما يبين كيفية تمرير القوانين عندنا في الجزائر. سؤالكم لماذا؟ لماذا الجزائر تتوجه إلى استغلال الغاز الصخري؟ احنا في السياسة الطاقوية تاع البلاد اللي متكلفة وزارة الطاقة والمانجمنت باش توضحها يعني في الإنجاز بعد مصادقتها على مصادقة مجلس الوزراء على هذه السياسة، هي فيها طريقة عمل. بدينا أولا بوضع والإطار القانوني اللي يسمح باش الشركات سوناتراك وشركات أخرى باش تقوم بعمليات تاع البحث والتنقيب والاستغلال المحروقات غير تقليدية وغير تقليدية. بعد ما وضعنا هذا الإطار هذايا عملنا دراسات تاع احتياط في 7 أحواض منجمية، قمنا بها احنا في الوكالة الوطنية لتثمين موارد محروقات النفط ومن طرف خبراء سوناتراك. عندنا معلومات الآن باللي عندنا احتياط كبير في هذا الغاز الصخري، وكاين دراسات علمية تاع خاصة الوكالة الوطنية الأمريكية اللي تمشي في نفس السياق ما احنا في نفس
يعني السياق وتقول باللي فيه احتياط كبير من هذا الغاز الصخري. احتجاجات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفت خطوة لجوء الجزائر إلى ثروة الغاز الصخري بالانتحار الإرادي بسبب المخاطر التي تنجم عن طريقة التنقيب العمودي للوصول إلى الطبقة التي يراد استخراج الغاز منها، ومن ثم يصبح التنقيب أفقيا بضخ كميات كبيرة عبر هذه الأنابيب والتي تكون مشبعة بمواد كيميائية مختلفة وعديدة، بالإضافة إلى الحصى، ناهيك على أن الضخ يكون بقوة كبيرة لغاية تكسير الصخور، ما يترتب عنه انشقاقات تسمح بخروج الغازات إلى سطح الأرض وتخزينها. كاين طرق واحدة أخرى راهي في طور البحث وطور التطوير، راهم يطوروها في عدة بلد. كاين تكسير بدون ماء، كان استعمال مياه البحار ومدت نتائج جد إيجابية، وكان تكسير بالغازات. هذا كلها تقنيات راهي في التطوير وفي البحث، ولكن حاليا العملية تاع التكسير الهيدروليكي هي اللي نستعملوها أكثر، على خاطر هي أقل كلفة على الاخرين اللي مازال ماهمش مطورين، ورانا يعني عندنا اون ميتريز تاع هذه العمليه هذه. يعني الشركات المختصه في اللي تمشي في هذا الميدان هذا عندها كيفاش نقولوا اون ميتريز، يعني تتحكم، عندها تحكم في هذه التقنيه. والتكسير الهيدروليكي نستعملوا الماء، طبعا نستعملوا الماء، كل الصناعات تستعمل الماء، وحاليا استقلال المحروقات نستعمل الماء. تقنيات أثارت انتقادات واسعة وحفيظة الكثير من الخبراء والناشطين البيئيين لما تخلفه من انعكاسات سلبية، فالمواد الكيميائية والمصنفة في خانة الخطيرة جدا على البيئة والإنسان، قد يمتد تأثيرها إلى المياه الجوفية في الصحراء، مما يؤدي إلى تلويثها واحتمال الإصابة بأمراض سرطانية. كما تثير عمليات استخراج الغاز الصخري تخوفات الأخصائيين من إمكانية تهديدها المباشر لاحتياطات البلاد من المياه والطبيعة الجيولوجية للصحراء، وهو ما يجعل استغلال هذا النوع من الغازات مجازفة غير محسوبة العواقب على البلاد. استغلال الغاز الصخري راح يجيب مخاطر كبيرة للبيئة، وكلنا نعرف انه في الجزائر يعني هناك مياه باطنيه ضخمه، والخطر باش تتلوث يعني كبير جدا. ثم كل التقنيات او التكنولوجيا اللي استعملت لانتاج الغاز الصخري تؤدي الى مخاطر كبيره جدا، لان هنالك استعمال مواد كيميائيه تلوث البيئة لآلاف السنين. استغلال هذا النوع من الغاز يؤثر على البيئة، يؤثر على المياه الجوفية، لأننا نحفر الآبار في عمق حوالي قداش 3 كيلومتر، 3000 متر، حتى 5000 متر تحت الأرض، ونستعمل الماء القوي بالنسبة التي ذكرت لتكسير الحجر، ونستعمل كذلك الرمل، ونستعمل كذلك مواد أخرى. هذه المواد الآن نستعمل حوالي 200 مادة، أذكر منها مثلا البنزان، أذكر منها الميتان، أذكر منها لنيتريت، أذكر منها لنيترات، أذكر منها لاسيليس، أذكر منها لراديوم 222 وهو خطير وخطير جدا. هذه المواد التي تستعمل وهي 200 مادة حاليا، نظن نزلت في إطار الدراسات ل 186 مادة، هذه كلها مواد مشعة ومسرطنة تؤثر على المياه الجوفية، لأن المياه الجوفية سنخرجها، وعندما تخرج نضعها في لي باسان، ومع ليفابوراسيون واحد الوقت داروا دراسة في إسبانيا وجدوا بعض الرمل موجود في إسبانيا، من أين يعني المصدر نتاعو، المصدر نتاعو حاسي مسعود،
الرمل الذي أخرجوه من المحروقات ووضعوه عن طريق الريح إلى غير ذلك بالنسبة للرمل، والليفابوراسيون بالنسبة للماء يعني يتبخر، وجدوه في إسبانيا. إذن هذه المواد المشعة والمسرطنة ستؤثر على المياه الجوفية، والمياه الجوفية لعلمك لا تتجدد. احنا المخزون تاعنا من المياه الجوفية في الجزائر هو 33 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية. عندما تخرج هذه المياه الجوفية، أولا ستتأثر بتلك المواد المشعة والمسرطنة، تؤثر عن بعد على الحيوان، على الجماد، على الإنسان، على كل شيء. إذن هذه هي المخاطر. ثم أكثر من هذا، أن الغاز الميثان بنسبة 7% عندما يختلط بالماء هو يحترق، وهذا ما وقع في كندا. إذن المخاطر هي كبيرة وكبيرة جدا. وعلى هذا الأساس نحن وصفنا بأن استغلال هذا الغاز يجعل الجزائريين يعيشون تحت مفاعل نووية تستطيع أن تنفجر في أي لحظة. أسوأ في البيي. On n'assoiffera pas le pays. La quantité d'eau qui est sont nécessaires dans l'éventualité d'une exploitation à grande échelle des hydrocarbures non conventionnels, la quantité d'eau est inférieure à celle qu'on utilise actuellement dans l'industrie des hydrocarbures. Il y a beaucoup de personnes qui, ou de ceux qui se disent experts, qui oublient que dans la plupart des gisements pétroliers, lorsqu'on extrait un mètre cube de pétrole, on est obligé de réinjecter un mètre cube d'eau. On reprend ça et là des schémas qui ont été développés ailleurs pour d'autres objectifs, et on nous accuse d'assoiffer le pays et de rendre, au lieu de développer, d'utiliser cette eau à d'autres fins. Bien entendu, à chaque fois qu'il y a une méthode nouvelle, une technologie nouvelle, il y a des précautions à prendre. Il peut y avoir des accidents, il y a des précautions à prendre, et il y a, bien entendu, une réglementation très stricte qu'il convient de faire. احنا اولا المشكل تاعنا واش نقول لك من البدايه، باللي احنا اولا التكلف تاع الغاز الصخري جنا كثير، جنا ثقيل، جنا رازين كثير. وثانيا يمس البيئة. لماذا اول نستعملوا المياه اللي نستعملوها عند نقوموا بالفراكتوراسيون هذه؟ المياه كلها مياه جوفيه، مش مياه الشتاء ولا مياه موجوده في البحيرات ولا وهذيك المياه الجوفيه هي فوسيل، معناتها ما كانش حاجه اللي تردها لك كي تستعمليها خلاص فنات. بون، ولكن عندنا احتياطات لاباس بها، تقريبا 50 ألف مليار متر مكعب. شحال نستعملوا المياه حاليا في الصناعه استغلال المحروقات هنا في الجزائر؟ نستعملوا 70 مليون متر مكعب في السنه. وباش نحفروا بئر مع اندرا اوريزونتال نستعملوا ما بين 10000 15000 حتى 20000 متر مكعب لكل بئر. وهذا لو كان تحفري 1000 بئر شحال تنقام؟ ديري عملية في هذا مكان. وحنا الاحتياط تاعنا في الماء عندنا تقريبا حسب المعلومات اللي الوزارة تاع المكلفة بالمياه تصرح عليها، عندنا أكثر من 50 ألف 50 مليار 50 ألف مليار متر مكعب من احتياط. وحنا كي نديروا هاد كل الابار على مده 30 سنه راح نستهلكوا مليار و200 مليون متر مكعب. وحاليا الصناعه تستهلك الماء، مصفات البترول اللي نخدموا به البنزين للسيارات والطائرات هذا يستعمل الماء، حاليا نستعملوا الماء. انا نقول لك كل سنه قطاع المحروقات يستهلك 70 مليون متر مكعب لعمليه البترولية، يعني ماشي حاجة جديدة. وكل الصناعات تستعمل الماء.
معارضة المشروع أخذت أبعادا أخرى، فالشق الاقتصادي كان له حصة الأسد نظرا لأن حجم المجازفة يحتاج إلى ميزانية ضخمة قد لا تستطيع الدولة تحمل نفقاتها، حيث تشير مجمل المعطيات التي وفرتها الدراسات العالمية في هذا المجال إلى أن استخراج الغاز الصخري غير مفيد اقتصاديا في هذه المرحلة التي تستدعي الاستثمار في مجالات أكثر فاعلية ومردودية للنهوض بالاقتصاد الوطني. هذا الاستثمار هو استثمار ثقيل، انفستيسمون لور، يكلف خزينة الدولة أموال باهظة. فالبئر في أمريكا يكلفها حوالي 10 ملايين دولار، عندنا نحن سيكلفنا 30 مليار دولار. لماذا؟ لأننا سنجلب العتاد من أمريكا، سنجلب التقنية من أمريكا، وهذه لا تعطى في سبيل الله بل تعطى بالمقابل. نجلب كذلك التقنيين واليد العاملة إلى غير ذلك. إذا بدأنا للأسف سنبدأ بعتاد نجلبه من أمريكا أو فرنسا، أو تجلبه فرنسا من أمريكا وهو على عتاد استعمل يعني من قبل، يعني كتقنية، ليس عتاد قديم ولكن عتاد يستعمل في تقنية قديمة التي تسمى الآن لافراكتوراسيون هيدروليك، أي تكسير الحجارة بالماء والرمل والمواد المشعة والمسرطنة. وعلى هذا الأساس من ناحية التكلفة قلت احنا يسقمنا في الجزائر حوالي 30 مليون دولار. هذه التكلفة يعني 3 أضعاف، أما المداخيل فستكون قليلة وقليلة جدا. معلومة أخرى، من أجل استغلال 1 مليار متر مكعب من الغاز الصخري لازمنا 1 مليون متر مكعب من الماء. من أجل استغلال 1 مليار متر مكعب من الغاز الصخري لابد من حفر 600 بئر. 600 بئر. إذن العملية بسيطة، من أجل يعني استغلال 1 مليار متر مكعب من الغاز الصخري لازم 600 بئر. أضرب 600 بئر في 30 مليون دولار، ستجدنا الرقم كيف باهظ من أجل استغلال 1 مليار متر مكعب من الغاز الصخري. إذن التكلفة باهظة وباهظة جدا والمداخيل قليلة وقليلة جدا. على أي أساس يعني تقدري تقولي راح تتكلف كلفة ضخمة ولا ماشي ضخمة؟ لازم تكون عندك معلومات، وباش تكون عندك معلومات لازم تقومي بالعمليات. حاليا شكون في العالم اللي عنده اللي راهو يقوم بهذه العمليات باستغلال الغاز الصخري؟ كاين الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، هذا هو يعني لا ريفيرونس اللي عندنا، نستعملوا الخبرة تاعهم باش نطوروا احنا الخبرة تاعنا في هذا الميدان في الجزائر. احنا نستعملوا المعلومات هذيك طبعا، باسكو هذاك هو لازم تستعمل المعلومات باش يعني تطور خبره في البلاد، وباش نعرفوا الكلفه الحقيقيه تاع هذا لازم نقوموا بالعمليه. وحنا واش هو الهدف؟ على قلت لك عندنا طريقه عمل، بعد ما وضعنا الاطار القانوني وعملنا دراسات وعندنا معلومات جد دقيقة تقول تنص باللي عندنا احتياط مهم هام جدا، ورانا نديرو لي تيست يعني تاع الحجرة صخرة الأم هل هي تتقبل الكسر الهيدروليكي أم لا. كل هذا بعد ما نكملوا كاع لي تيست نعرفوا حقيقة شحال هي الكلفة. حاليا نستعملوا المعلومات اللي كاين في الصناعة العالمية هي في الولايات المتحدة الأمريكية باش يكون عندنا معلومات يعني دو ريفيرونس، وباش يكون عندنا الكلفة الحقيقية لازم نقوموا بالعملية. وحنا رانا ماشيين في طريقة العمل باش يكون عندنا كل المعلومات اللازمة، ولازم نديروا كما قلت لك الدراسة التقنية واقتصادية باش نشوفوا هل هذا الاستغلال تاع الغاز الصخري ممكن وبأي كلفة. لازم نقوموا بالعمل. دونك هذا يعني
حاليا ما نقدروش نقولوا باللي كلفه ضخمه او غير ضخمه ولا، لازم نقوموا بالعمليات ونتحصلوا المعلومات الحقيقيه اللي تناسب المحيط المنجمي الجزائري. الغاز الصخري احنا نعرفوا بلي موجود الغاز الصخري في الجزائر، عندنا الغاز الصخري، ولكن كما قلت لك قبيلات يلزم التكلفة تاعو كثيره على الجزائر ويلزمنا اموال كثيره، وهذا الشيء والالات اللازمه باش ننجو الغاز الصخري هي كلها الات اللي مستورده، يلزم نجيبوها كلها من الخارج، تصبح لنا تكلف كثيره. وتقول لك اذا نروح في الطريقه الان كما رانا اليوم، يا هل ترى هذا المردود تاع الغاز الصخري ايش يكون في مستوى الاموال اللي احنا استعملناهم باش ننتجوا الغاز الصخري؟ مستوى المردود المالي تاع استغلال الغاز الصخري ضعيف جدا، لان في السوق العالمي حاليا اسعار الغاز الطبيعي والصخري الى اخره المستوى يعني ضئيل جدا، وما يعطيش الفوائد اللي نقدر ننتظر منها. فسؤال، لماذا بالاحتياط المالي الجزائري هنالك استثمار في هذا استعمال الغاز الصخري، وين المرحلة هذه الأولى نقدر نقول هي مرحلة تدريبية أو تجريبية لكل الشركات المتعددة الجنسيات بأموالنا، يعني هذا هو يتعلم الحفافة في رأس اليتامى بأموال الجزائر، وإحنا نعرف أنه يعني الفائدة تكون ما تكونش يعني كبيرة جدا. هما في الحقيقة يعني يقصدوا التكسير الهيدروليكي، هما اللي يقولوا باللي فيه خواطر. شوف، هذه لازم الناس كلها تعرف، ما كانش صناعة اللي ما فيهاش خطر، كل الصناعات فيها خطر، واستغلال المحروقات حاليا فيه خطر، ولكن الخطر يعني متحكمين فيه. وزيد نعطيكم معلومة مهمة جدا، قانون المحروقات في المادة 18 يجبر كل متعامل باش يقوم بدراسة البيئة، يعني تو دامباكت سو لونفيرونمون، دراسة تاع البيئة وما هي يعني التأثير البيئي، ولازم يمد ان بلان كيفاش يعني يسير المخاطر الممكنة في هذا، يعني ما يقدرش يجي نولي لكم على التكسير الهيدروليكي. واش هو المحروقات هذه تقليدية ولا غير تقليدية؟ هي نفسها، هي جاية من تحويل المادة الأورغانيك، يعني كاين ملايين سنة من قبل فيه أشجار، فيه حيوانات، فيه تتراكم في قاع البحار، وين ما كاين ما كانش فيه اكسجين وكاين دي بكتيري، ومن بعد مع الوقت كاين دي كوش يتوضعوا وحده فوق وحده، هذيك الماتير اورغانيك تهبط في 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 في, في باطن الارض، وكي تهبط في باطن الارض كاين ارتفاع تاع الضغط والحراره، وهذا يؤدي بتغيير هذه الماده اورغانيك الى صخره الام. صخره الام هذه هي اللي تمد من الحروقات. وهذا مثلا الحقول اللي عندنا حسيم سعود، حسر من اتسيتيرا، كاين 10% من هذه صخره الام اللي في البروسيسوس تاع لاسيديمونتاسيون، يعني لاكوش وحده فوق وحده، تسمح لبعض كميه من المحروقات باش تتسرب من صخره الام وتمشي لهذ الحقول البتروليه اللي رانا نستغلوها الان. يعني هذا واش نقول لكم، مازال اكبر كميه من المحروقات مازالها في حجره الام. والهدف تاع استغلال الغاز الصخري ولا البترول الصخري هو ما نروحوش للحقول، نروحوا لصخره الام نجيبوها. كيف؟
نديروا التنقيب كما رانا نديروه دوك، نديروا تنقيب افقي هوريزونتال كما رانا نديروه دوك، ونديروا التكسير الهيدروليكي كما رانا نديروه دوك. التكسير الهيدروليكي هو نبعثوا كميه من المياه بضغط ونخلطوا لها رمل، واحد لي بي رمل وبعض المواد الكيماويه. علاش نديروا الرمل هذوك لي بي هذوك علاش نديرهم؟ باش عندما يعني نكسروا الصخره هذيك، هذاك الرمل يمشي داخل الفتحات هذوك، باش عندما نكملوا التكسير الهيدروليكي الفتحات هذوك ما ينغلقوش، يبقى مفتوحين باش يسمحوا للمحروقات باش تمشي للبير وننتجوها. والكميات تاع لي برودوي شيميك لا، علاش نديروا هذوك المواد الكيماويه؟ نديروا المواد الكيماويه باش نسمحوا مثلا للرمل هذاك باش ما علاش كي ترميه في 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 ان دران اوريزونتال افقي كي يمشي مع الماء، هو على حسب البوا تاعو لازم يهبط لتحت. وكي نديروا لي برودوي شيميات نسمحوا له باش يبقى اون سيسبونسيون، يبقى مخلط باش يمشي ديريكتومون لهذوك لي فيسور اللي نخلقوهم بهذا التكسير الهيدروليكي. قال عيب عليكم، فو فولي كونتينيي لا بوليتيك دو لا رونت، نو با كونستروير اون ايكونومي الترناتيف. Je répète, durant le prochain quinquennat, il y a un certain nombre de projets qui demandent un financement extraordinaire. C'est Garage Billet qui va demander minimum 10 à 15 milliards de dollars, avec tout ce qui va avec, avec les lignes de chemin de fer, avec les ports, avec les usines et la R&D. Il y a le complexe de transformation des phosphates. Il y a des complexes de pétrochimie. Il y a 6 nouvelles raffineries. Il y a 1 million d'hectares à mettre en valeur. Et j'en laisse. Avec quoi voulez-vous qu'on les finance? Avec des discours? Il y a 2 millions de nouveaux abonnés au gaz qu'on va introduire dans les foyers. Avec quel financement? Si ce n'est pas en utilisant les ressources d'hydrocarbures. Est-ce qu'en 5 ans, 10 ans, nous pouvons construire une économie complètement indépendante des hydrocarbures? Et même si on avait une économie complètement indépendante des hydrocarbures, est-ce qu'on ne voit pas la première puissance mondiale tout faire pour augmenter ses productions d'hydrocarbures? Il y a une économie plus forte que celle des États-Unis qui ont réussi à créer cette révolution, c'est ce qu'ils appellent la révolution des schistes, pour accroître encore leur puissance. يوسفي عاتب وبشدة الصحافة على ما تداولته من أخبار مدعمة للجانب السلبي للموضوع مقابل إغفالها حقيقة الملف، متهما إياها بالتواطؤ مع أطراف غايتها زعزعة استقرار وأمن الجزائر، خطوة من شأنها إخماد الجدل الواسع الذي أثير حول الموضوع وطمأنة المجتمع المدني وإسكات صوت الشارع Il est primordial, il nous a paru primordial que vous qui traitiez de ce sujet hautement sensible, vous soyez correctement armés pour distinguer entre ce qui est réellement de l'intérêt vital et réel du pays et entre ce qui s'apparente à des considérations purement politiciennes. Distinguer entre les avis des experts nationaux. Et ils sont là. Ils sont là. Ils sont sur le terrain. Ils sont sur les chantiers. Vous les verrez travailler. Ils travaillent nuit et jour, dans des conditions extrêmes. Fermdan, à 55 degrés à l'ombre. Ils sont là. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent ce qu'ils font. Et ça fait 50 ans qu'ils sont sur le terrain. Yarfou Oshiyan.
et entre ceux qui reprennent pour je ne sais quelle considération des schémas véhiculés ça et là dans des contextes complètement différents et pour des objectifs tout à fait autres. Encore une fois, votre responsabilité est grande. Vous êtes le trait d'union, le lien avec le public. Il est important de ne pas se tromper. تطمينات الوزير جاءت من باب التقليل من المخاوف التي تحيط باستغلال الغاز الصخري، مبينا ضمنيا بأن الجزائر لا خيار لها لضمان تمديد استغلال المواد الطاقوية سوى استغلال على المدى المتوسط والبعيد، ضمانا لأمنها فيما يخص الغاز الغير التقليدي، حيث تتمتع الجزائر بمستوى احتياطي ومخزون معتبر هو الثالث عالميا بمقدار يتراوح ما بين 27,000 مليار متر مكعب و 30,000 مليار متر مكعب. Qu'est-ce que c'est avoir une politique énergétique? C'est d'avoir le bilan de nos sources d'énergie. Qu'est-ce qu'on a dans le pays? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on risque d'avoir demain? Quels sont nos besoins aujourd'hui? Quels sont nos besoins futurs? Quels sont nos moyens humains, nos moyens matériels? Quels sont nos moyens financiers? Et c'est à partir de cela que nous traçons cette politique. C'est à partir de ces analyses que nous introduisons de nouvelles sources d'énergie, même si elles sont coûteuses aujourd'hui, comme le soleil, comme le solaire, comme l'éolien, comme la géothermie, comme le nucléaire. Nous ne pouvons pas nous en passer dans le lointain futur pour assurer notre sécurité énergétique et pour assurer la sécurité énergétique des prochaines générations. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut les préparer. C'est ça la politique énergétique. أمطت الليثام عن مخطط محكم أساسه العمل على التحكم في التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة المؤهلة وجلب الخبرة من الخارج للتمكن من الاستخراج السليم للغاز الصخري عبر احترام مبدأ الاستكشاف قبل الاستغلال. L'industrie pétrolière a à peu près 150 ans d'existence. On a commencé par forer des puits avec pas mal d'accidents. Et puis après, on a vu que ce n'était pas suffisant. On a introduit des méthodes d'extraction par ce qu'on appelle la récupération secondaire. Et puis ça n'a pas fini. On a essayé de chercher davantage, d'extraire davantage par des récupérations tertiaires. On a introduit de nouveaux types de forage, le forage horizontal. On a mis des méthodes de ce qu'on appelle de stimulation, dont l'une des méthodes de stimulation, c'est la fracturation hydraulique. Et ça, ça fait des dizaines d'années que nous le faisons, y compris dans notre pays. Et les Américains viennent de conjuguer toutes ces méthodes pour extraire des hydrocarbures là où on n'a pas l'habitude de les extraire. C'est-à-dire là où se sont formés les hydrocarbures il y a des centaines de millions d'années. Et petit à petit, avec bien des échecs, ils ont réussi à trouver des méthodes d'extraction. La politique énergétique, c'est de ne pas se fermer les yeux sur ces méthodes, c'est d'évaluer ce que nous avons comme potentialité, les évaluer, savoir où elles sont, connaître leur potentialité, les possibilités d'extraction et voir les méthodes d'extraction, comment les utiliser éventuellement dans notre pays dans le futur. C'est ça la politique énergétique. معلومات تناقض المعمول به على أرض الواقع. فالدولة وحسب صوت المعارضة قامت منذ سنتين بعمليات استخراج سرية للغاز الصخري قبل الحصول على مصادقة البرلمان أو مجلس الوزراء في أماكن عدة في الجنوب، أين تم حفر الآبار وتشميعها بعد التأكد من وجوده فيها، ما يعتبر خرقاً لقوانين سيادة الدولة على فرواتها. أكثر من هذا ما لا يعلمه الجميع، نستطيع أن نقول أن التجارب بدأت عندنا وقد قمنا باستغلال الغاز الصخري، والذين قاموا يعلمون أين في عين صالح، ووقع ما وقع من كوارث لا أذكرها باش ما يقولوش ويخوف، ووقع ما وقع من كوارث في عين صالح وهم يعرفونها،
وهم يعرفونها، فنتمنى أن يأخذوا العبرة مما وقع في تلك التجارب كي نتفادى كوارث أخرى يمكن أن تقع مستقبلا. جدل ونقاش سياسي حاد أثير فور الإعلان عن قرار مرسوم استغلال الغاز الصخري، استغلال اعتبر جريمة على حد قول معارضي هذا القرار، مرجعين بداية الجدل حول استغلال هذا الغاز إلى زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر في ديسمبر 2012، والاعتداء الإرهابي المتزامن على القاعدة النفطية بتيغونتورين بعين أميناس يوم 16 جانفي 2013، وزاد صدور قانون المحروقات 2013 في تعميق الجدل الذي أخذ منحى آخر سعيا لفك شفرات عديد الأحداث، منها قرار مجلس الوزراء الذي اعتبر الأول في العهدة الرابعة في 21 ماي 2014. أولا حنا نتساءل علاش هذا التسرع، لماذا مباشرة بعد الانتخابات فتح ملف ثقيل وحساس كملف الغاز الصخري؟ تخوف هنالك صفقة ربما ليكون دعم النظام الحالي ودعم العهدة الرابعة من طرف الأجانب، والدعم هذا كان له ثمن، والثمن هو استغلال الغاز الصخري، والفائدة طبعا تروح إلى دول القوية يعني اللي هي دعمت النظام. هذا هو التخوف، أنه تسرعت الحكومة باش تعطي يعني كل الضمانات للدول اللي ساندتها في العهد الرابعة. في الحقيقة نتأسف له ويجرحنا كجزائريين، يعني السيادة تاعنا ماهيش في أيدينا. والمشكل منين جاء؟ جاء أنه النظام الحالي ما بقتش عنده شرعية شعبية، ما عندوش شرعية، ما عندوش قاعدة شعبية كافية، فباش يبقى في الحكم لازم يروح للخارج باش يعطيوه الدعم. يعني هنالك نوع من كيفاش نجم نقول نقص من الصدق امام الشعب الوطني الشعب الجزائري، هنالك يعني نكر للسياده الجزائريه. واش هو الهدف تاع كل هذا الشيء؟ هذا الهدف الاول والرئيسي تاع كاع السياسه الطاقويه هي ضمان استقلاليه الطاقه، استقلاليه الطاقويه للجزائر، ونتيجه تاع هذه ضمان يعني وجود المال اللازم باش نمونوا النمو الاقتصادي تاع البلاد. هذو هما الاهداف الرئيسيه تاع نشوفوا، وحنا في اطار سياسه تقويه تاع الجزائر ما هملناش يعني سورس دينرجي كلها رانا نستغلوها. وتساءل معارضو القرار سبب إغفال السلطة الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاديات البديلة والانجراف نحو اختيار غير مضمون في الوقت الذي لجأت فيه الصين صاحبة أكبر احتياط في العالم من الغاز الصخري إلى توقيع عقد ضخم مع روسيا لاستيراد الغاز ب 450 مليار دولار، وقررت التريث أكثر في استغلاله. أنا في بالي الغاز الصخري قبل 2030 2035 ما نجموش نقولوا اللي نجمو ننتجو الغاز الصخري، ولكن كاين طريقة أخرى. عندنا طاقة أخرى في الجزائر اللي ما عندهاش حدودية، الطاقة الشمسية الشمس موجودة كل يوم، موجودة ما فيهاش حتى مشكل. وحنا الجزائر احتياطاتنا في الطاقة الشمسية وغلى أكثر من العالم كله. أوكي، الناس يقول لك تكلف الطاقة الشمسية كثير، ممكن كثير، ولكن أنا نفضل نمول في الطاقة الشمسية اللي مادا الطاقة الشمسية ما فيهاش حدود، قلت لك لي غيزيغ فونت انفيني ما فيهاش حدود، وثانيا الآلات اللازمة باش ننجو الطاقة الشمسية ننجمو، إذا نبداو من الآن ننجمو نصنعوها، مش كلها ولكن
جوز منها نسلوها في الجزائر، نخلقوا شركات صغيرة، شركات متوسطة باش يخدموا في الميدان، وباش تكون أيضا الاقتصاد الجزائري يتطور. خذي مثال الصين، الصين هي أول عالم اللي بدا على حساب الأرقام تاع وزارة الطاقة الأمريكانية، هي أول بلد اللي عندها احتياطات غاز. ما استعملتوش، واش عملت؟ ما سمعتوش عندها 15 يوم عقدت عقد عظيم مع روسيا باش تستورد الغاز الطبيعي من روسيا 450 مليار دولار على 10 سنوات. Posons-nous un certain nombre de questions. J'ai parlé des États-Unis. Le Canada, qui est juste à côté, il produit au minimum 3 fois plus de pétrole que nous. Ils produisent 2 fois plus de gaz que nous. Pourquoi ils ne sont pas en train de produire des hydrocarbures non conventionnels à partir des sables bitumineux? J'ai visité leur exploitation. J'invite les gens qui s'intéressent à l'environnement d'aller voir là-bas ce qui se passe. La Russie, qui est le premier producteur, qui a les premières réserves mondiales de gaz, qui est le premier producteur mondial de pétrole. Posons-nous la question, pourquoi il cherche à extraire du pétrole à partir des schistes? Et il commence. Pourquoi l'Arabie saoudite, qui a les plus grandes, parmi les plus grandes réserves de pétrole, pourquoi elle s'intéresse au gaz de schiste et qu'ils sont en train de les exploiter? L'Australie n'est pas un pays développé, il n'a pas une économie indépendante, disons, des hydrocarbures. Ils vont dépasser le Qatar en matière d'exportation de GNL et ils continuent, ils sont en train d'exploiter les gaz de schiste et les hydrocarbures non conventionnels. Un pays comme la Norvège, qui a 3 millions d'habitants, n'a pas besoin, a priori, d'avoir une rente supplémentaire. Ils ont une économie développée, ils ont etc. Pourquoi ils continuent à faire de l'exploration et à essayer d'inventer des méthodes pour augmenter le taux d'extraction de leur réservoir qui existe? Pourquoi la Grande-Bretagne est en train d'utiliser des méthodes non conventionnelles pour les hydrocarbures? هادو كامل ما يحبوش بلادهم حتى حنا ما نحبوش بلادنا ولا كيفاه؟ On cite également le cas d'un pays outre-méditerranée qui a interdit, j'en suis certain pour une certaine période, l'extraction, l'utilisation de la fracturation hydraulique. Pourquoi vous ne vous posez pas la question en disant pourquoi ils n'arrêtent pas le nucléaire, ces gens-là? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est Fukushima ou des histoires qu'on raconte sur les schistes? Pourquoi les pays qui sont autour de ce pays-là ont interdit le nucléaire chez eux et pas eux? في العالم كم من دولة اللي تنتج البترول وتعيش بالبترول؟ دول قليلة جدا، وهي معظمها مثلا نشوفها في الدول العربية في الخليج أو بعض الدول الأخرى اللي ربما تدخل أكثر ميزانية في تسيير الدولة بأموال اللي تجي من المحروقات. أما الجزائر مربوطة تماما بمستوى 98% من المداخيل تاعها مباشرة بالمحروقات، ف خطة حاكمة تكون عندها الحكمة، لازم نحرر البلاد من التبعية للمحروقات. عندنا 10 سنين أو 15 سنة أمامنا اللي قادرين نزيدوا نعيشوا بالبترول، فالأموال هذه لازم نستثمرها أولا في الإنسان الجزائري، تكون عنده المعرفة، تكون عنده القدرة للإنتاج ما يأكل وما يلبس وما يستحق كخدمات إلى آخره. فالتفكير كان لازم يكون تفكير نديروا منظومة اقتصادية لتنتج لتخلينا نعيش بكرامة
وبكل استقلالية، لا لتبعية مرة أخرى لنظام اقتصادي ريعي. كان الأولى عوضا أن نذهب إلى مثل هذه الأمور استغلال الغاز الصخري أن نستعمل هذه الأموال في الاستثمارات كي نجعلها أموال تأتينا بالثروة جديدة، ولكن نحن لم نفعل شيء منذ الاستقلال منذ 52 سنة ونحن تابعين للمحروقات بنسبة 98% ولم نعمل شيئا من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، واليوم يجيوا باش يقنعونا ويقولون لابد أن نستغل الغاز الصخري. هناك تناقضات كذلك بالنسبة للتصريحات، رأينا الوزير الأول في الحملة الانتخابية يقول أن الغاز الصخري نبدأ الاستكشاف والاستغلال تاعه في سنة 2050. رأينا الوزير الأول عندما قدم برنامج حكومته الأولى سنة 2012 يقول يا ناس ما لازمش تسمعوا اللي يكذبوا عليكم ويقولوا لكم المحروقات تنتهي في سنة 2050-2060، بل عندنا المحروقات مدى الحياة. اليوم في سنة 2014 بمناسبة تقديم يعني برنامج الحكومة أو مخطط الحكومة يقول لنا أن المحروقات التقليدية اللي راهي موجودة عندنا لا تكفينا 30 سنة، ومن ثم لابد أن نذهب إلى الغاز الصخري. هذا التناقض أظن أنه يخفي خلفية سياسية معينة وضغط معين من أجل استغلال الغاز الصخري من طرف الدول الكبرى خاصة أمريكا وفرنسا. عندنا طبعا المحروقات تقليدية وغير تقليدية، وهذا ما راحش يمنعنا، راح نكملوا في التنقيب والبحث عن استغلال المحروقات التقليدية وغير التقليدية. وعندنا حاليا تاني برنامج عمل تاع تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة والإفيكاسيتي إنرجيتيك اللي كان صادقت عليه الحكومة، وراه في إطار الإنجاز حاليا. كاين مشروع باش في من أواخر السنة تكون فيها إنجاز تاع 400 ميجاوات تاع طاقة شمسية. هذا في إطار هذا. عندنا كاين في غردايا كاين إن تور سولير فيها عدة تكنولوجيات. صدير هذه راهي تجربة، هذه لا تور سولير نديروا بها تجربة باش نشوفوا ما هي التكنولوجيا اللي تتأقلم مع المحيط البيئي تاع بلادنا. خاصة تعرفوا بلي عندنا مساحة شاسعة في الصحراء وعندنا الشمس الله يبارك. في هذا يعني نشوفوا ما هي الطريقة الأنجع ومن ناحية التقنية ومن ناحية التكلفة أيضا اللي تناسب المحيط البيئي تاع بلادنا. وهذا بزيادة على عندنا لو شاربون، شاك شاربون هذا تاني ما عندناش كميات كبيرة ولكن فيها استغلال. في عندنا الطاقة النووية كاين مشروع وكان صرح عليه وزير الطاقة والمناجم من قبل، عفوا وزير الطاقة حاليا المناجم مشات للوزارة واحدة أخرى، باللي منا على 2025 راح نبادروا في يعني إنجاز سنترال نوكليير. تباين واضح في مواقف وآراء التقنيين والساسة بخصوص قرار السلطات العمومية باستغلال الغاز الصخري، وفي ظل تعالي الأصوات المحذرة من مخاطر العملية يبقى الظاهر للعيان أن استغلال هذا المصدر الطاقوي سيكون حتمية في وقت تراجعت فيه القدرات الإنتاجية في الظرف الراهن.